السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. يسعدني أن أرحب بكم في هذا الفيديو الذي سنلقي فيه نظرة عميقة على أفضل ميزات البريلسنس 6 الجديد. أولا، نقوم بالتحدث عن ترقيات النظام الجديدة. لدينا الآن ضعف مساحة التخزين التي تبلغ 128 جيجا بايت. لدينا أيضا ضعف ذاكرة الوصول العشوائية تعرف بالرام بسعة 6 جيجا بايت، هذا الذي يجعل الجهاز سريعا ومرنا للغاية. لدينا أيضا معالج 8 نواة، ومع أحدث إصدار أندرويد 10 أندرويد 10، بالإضافة إلى 4 منافذ USB، وبالتالي تدعم عددا كبيرا من الأجهزة الطرفية والتطبيقات الحديثة. لنقم الآن بجولة على الكيان الخارجي للجهاز. إنه يشبه إلى حد كبير جهاز البريلسنس بولاريس السابق، لكن بالتأكيد هناك بعض الاختلافات. أولهم أنه أرق وأخف وزنا من البولاريس. لنقم باختبار ذلك. لدي هنا جهاز قياس الوزن الناطق، وهنا لدي بريلسنس بولاريس السابق. سأضع 725 جرام. صفر. الآن سوف أضع البريلسنس 6 الجديد. صفر. تأكد. 705 جرام. إنه بالفعل أخف وزنا، 705 جرام. فخفة الوزن تساعدنا في حمل الجهاز لمسافات أبعد ومدة أطول. إذا نظرنا إلى الوجه العلوي، فلدينا مجموعة من مكبرات الصوت القوية، واحدة على كل جانب من جوانب الجزء العلوي، وشاشة LCD في الوسط. لدينا في الجزء السفلي من الوجه العلوي شاشة براي 32 خلية مع 32 جهاز توجيه، وهذا يسرع ويسهل في نقل المؤشر إلى المكان الذي تريده. ستلاحظ الاختلاف في لوحة المفاتيح، فهي الآن ذات لمسة غير لامعة ولها لمسة أخف بكثير من الكتابة. عند الكتابة أعلم أنه من الصعب بعض الشيء إظهاره في الفيديو، لكن ثق بي إنها تجربة كتابة محسنة. أيضا ستشعر بالتغيير في شكل المفاتيح التحكم والآلة، بالإضافة إلى مفاتيح الوظائف التي أصبحت بمظهر متميز ورائع عن ما كانت في جهاز البولاريس السابق. دعنا الآن ننتقل الحافة الأمامية للجهاز، وسيبدو هذا مألوفا جدا. إنه مماثل تماما لنموذج البولاريس، حيث هناك مفتاح تبديل الوضع ومفتاح وضع الوسائط وأزرار الوسائط الخمسة للتحكم في تشغيل الوسائط، وعلى اليمين زر الطاقة أو زر التشغيل والإيقاف. سنقلب إلى الحافة اليسرى، ولدينا هنا أزرار الصوت كما هو الحال في البولاريس. لدينا أيضا سماعة الرأس والميكروفون. يوجد هنا تغيير حيث تم وضع علامة برايل فوقهما في الغلاف، بحرف M للميكروفون وحرف H للسماعة الرأس لعدم الخلط بينهما. خلف هذا فتحة SD كارد. ننتقل إلى الحافة الخلفية، يوجد هنا فقط منفذ USB-A للاتصال بالأجهزة الطرفية. سننتقل الآن إلى الحافة اليمنى، ولدينا منفذان USB-C مع منفذ USB-A في وسط، لهما أغراض محددة جدا، لذلك لديهما تسميات برايل محددة في الغلاف. يحتوي المنفذ الموجود في الخلف على علامة B، يتم استخدامه لشحن الجهاز B من باور. يتم أيضا استخدامه للاتصال بجهاز كمبيوتر لنقل البيانات أو أي شيء يستضيف البريلسنس 6.
يتم تمييز المنفذ الموجود في المقدمة بحرف V من كلمة فيديو، لأنه منفذ يستخدم خصيصاً لمخرج الفيديو، بينهما منفذ مضيف USB-A آخر. لذلك لدينا منفذ الطاقة وثلاثة منافذ USB. دعنا نقلب إلى الجانب السفلي للجهاز. مرة أخرى سيبدو هذا مألوفاً جداً لأنه يحتوي على الكاميرا بدقة 13 ميجا بكسل والبطارية. وهكذا قد انتهت جولتنا، لكن أريد أن أقدم أبسط مثال يوضح مدى التطور الكبير في سرعة الجهاز. سأقوم بتشغيل كلا الجهازين، البيسنس 6 الجديد والبيسنس بولاريس السابق، مع ضبط الوقت وأرى من الأسرع. سأبدأ مع بيسنس 6 الجديد، ومعي هنا ساعة مكتبية ناطقة. السطر الإلكتروني قد بدأ في التحرك. لقد استغرق 35 ثانية. إنه بالفعل سريع جدا. لأختبر البولاريس، هنا لدي البولاريس، سأقوم بمسح التوقيت. مسح الكل. سأبدأ. قد بدأ السطر الإلكتروني. 40. يقوم بالتحميل الآن. 50. إنها دقيقة فقط، ولكن بس أحسست بأنها طويلة مع الانتظار. الآن الصوت. مدير الملفات. لقد استغرق. لقد استغرق دقيقة وثلاث وعشرون ثانية. هناك فرق كبير جدا بين الجهازين. إن هذا أبسط مثال في التطور الكبير، فما بالك فيما داخل الجهاز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.